تكلمت كثير واشبعت غرور المستمع. فاحنا بناخذ القوه من انواعها. اول نوع من انواع القوه قوه الشخصيه اللي ذكرتوها قبل شوي كلها صحيحه، كلها تدخل في قوه الشخصيه. فلان شخصيته قويه. اليوم صار في فن او علم اسمه علم الكاريزما. صح؟ الكاريزما الناس تكلموا فيها كثير، وهي ترى تعريف الكاريزما هي الجاذبيه. يا اخي تجي واحد تنجذب له. الانجذاب هذا مو بشرط يكون انجذاب على الشكل، قد يكون انجذاب على الصوت. رحمك الله. الصوت، الشكل، الوجه، في حركه يسويها معينه، في مهاره يسويها، الاسلوب، اسلوب معين يسويه. والكاريزما اصلا نفسها لو تبغى تجاوب عليها ما لها خط واحد، لانه في كاريزما للاعب، وفي كاريزما للمشهور، وفي كاريزما للقائد، وفي كاريزما للطفل الناجح، وفي كاريزما للطالب العلم المنشد. كل واحد له كاريزما معينه. فصعب اني اقول كاريزما اطلق عليها مفهوم واحد يقول يا اخي فلان عنده كاريزما، وذاك يختلفون الناس. يعني احيانا اجلس مع واحد اقول ايش رايك مثلا في ايش رايكم مثلا في خالد؟ قال واحد عنده كاريزما، قال الثاني لا ما عنده كاريزما. هو كلمة كاريزما كلمة كبيرة. مثل البصمة يمكن. مثل البصمة، فكل الكاريزما لها أشكال. لكن خلونا نتكلم عن الشغلات اللي تخليني أقول عن فلان هذا إن عنده كاريزما.